تم فتح تحقيق في العوينة يهم ملف كبير برشا وملف خطير اللي هو الأقمار الإلكتروني، وطبعا معناتها لهنا تم استدعاء بعض الشخصيات السياسية النافذة للتحقيق معها في الإطار هذايا. حسب رأيك هل أنه كنشوفوا تحرك الدولة خاصة في ملف كبير هكذا وفي ملف يتعلق بالمال الفاسد، ثم أمل في المحاسبة؟ زيت قوي يفجعني، ريت الفاز هذيك خاسرة 100% خويا. سيستم معناها يختار عباد تربح، فهمتني؟ واش نحكي لك بونش لاين تحفون بالرسمي، راهي الحكايه هذه صارت لي، كنت نصب انا ونقمر فهمتني. فما فازة كبتيتها انا، شنو الفازة هذه اللي هي ريت الكونت نتاعك تصب بيه هذاك هو بيدو تغيب عليه بريود 5 أيام 6 أيام تلقاه صب ليك فلوس تمشي تلعب تربح بالفلوس هذيك، راك انت سفريت خليته الكونت نتاعك ترجع تلقى فيه 8850 تمشي تصب بهم هذوكم تربح 30000 زيت تقمر تشد بيكوين تربح مليون تتمهمش. فما سوناري في اللعبه هذيك دا 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 دا. انا نحسها فيها مغناطيس لراسك باش تولي انت بالذات مخك عايش معاها فهمتني، تولي امور لهنا امور بدن امور نفسيه امور فهمتني، تولي حاجه مونك كاني شميت السر وبعدت عليه فهمتني. علاش كثروا بعد الثورة الدكاكين هذه بتاع الرهان الرياضي بصفة غريبة يعني، وثم اللي مش مرخص بهم وتمارس في نشاطها بطرق غير قانونية؟ أنا ما نجمش نجاوبك تو خاطرني بعدت عليها الفازة برجولي وجعتني على الآخر ومسيتني حسيت بروحي على روحي كي ندمت يعني أنك كنت تمارس في النشاط هذايا؟ فازة خايبة إكسي قال زيرو فهمت اللابز نتاعها فهمتني، أنا بيتسا يولو نصور بالكدا فهمتني، نحب نصور 3 ملايين في ساعة في ساعة. انا كنت نصبر شويه نصورها من 3 ملايين في ساعه في ساعه. تركيب اختي الباهي تركيب، باش نقول لك كيفاش تركيب. شوف تلفت ولد حومت وشد 200000 فهمتني، مشى تكتك بها بلاكه ولا مشى اشتري بها قميص البوه ولا مشى فاهم، يولي يتبع هو يحب يدبر فلوس بارده ما يعرفش الفلوس شنو معناها الفلوس البارده هذيك، ما يعرفش الحلال ولا الحرام، كان يتعمق شويه تلقاها حرام. ريتك ال 200000 اللي كتبت لك هذيك 200000 دبرتها انت بالحرام، كتبت لك هي بالسلام بيس اند لوف، كتبت لك هي بالحلال. اما انت خيرت، مو الانسان مخير ومسير، انت خيرت باش تكون هي حرام وهي كتبت لك لا محاله بالحلال. شوف نحن البلاد هذيا فهمت، تعرف توا من 2011 جات كثر فيها الرهان الرياضي هذيا القمار بانواع واشكال. انت شوف التلفزيون صور يعدي وفيه ببليسيتي صباح وليل فهمت، ويقول لك شو يقول لك في الببليسيتي، يقول لك راهو ماهوش ادمان راهو جو، اش من جو يا لالا علاش كنت تكذبي، هو ادمان يسرق ويعمل باش يلعب، اليوم خسر غدو معمر في بمشي يعاود يربح يعاود يربحوه هاك المره الاولى فهمت، وديما يخليوه يكرروا فيه هكاك باش يقعد يلعب. كثرة الظاهرة هذه أكيد معناتها تقف وراها مافيات ولوبيات خاصة معناتها بالمجال هذا وبالأقمار الإلكتروني، وتوا قاعدين نشوفوا كما حكيت لك تحل تحقيق في العوينة في الإطار هذا، شنو رأيك؟ بيعة هذوما مش داخلة في نطاق القانون، راي كلها مافيات، كلها مافيات تخدم فلوس، راي داخلة عملة، راي عمله راهي داخله راهي فلوس، راهم قاعدين فهمت ما يعملوا في شيء، لا يدفعوا فداءات يدفعوا في حد شيء، وقاعدين يراو يدقوا في اموال شيء كبيره برشا راهو فهمت. راهي العباد الشعب هو مذعذع وما عندوش يوصل يمشي يسرق ويمشي يكون ياخذ باش يلعب الرهائن باش يلعب القمار. هذه هي البلاد وين وصلنا راهو نحن هلا غالب يحطوا فيها تو في التلفز، مره شوف انت تو في التلفز فهمت، يجي يقول لك راهو ماهوش ادمان فهمت، راهو فهمت جو، انا اش من جو يا سيدي، هو ادمان قمار راهو. وزيد عملوا ببليسيتي كنت لاحظتوهاش انتوما فهمت، قاعد واحد لابس شيء حاج ويعمل لك قال له يا حاج يا حاج، معناها عزيز حاج كون يتمنيكو فهمت، حاج ويقمر معناها يحبوا بالسيف يدخلوه له عقليه اللي كونه راهو هذاك كيف راهو هذاك اللي هو هذاك راهو جو تعمل فيه رهان رهان كله قمار. الرهان هو ربي حرمه، واي حاجه نعرفوها حرمها ربي معناتها نعرفوها اللي هي معناتها ربي عنده ربي يعرف اكثر منا فهمتي، ولا معناتها نعرف اللي ذيك الحاجه فيها مضره باهي، والمضره في الرهان اللي هي معناتها نحن كتوانسه كذا تاكا نحكيه كذا، انا كتونسي كطفل معناتها شاب كذا تونسي كنت نلعب القمار فهمت، فما انواع فيه القمار، مثال نمشي ندخل القهوه كذا نلعب طرح رمي مع ولاد صحابي كذا، انا طفل مثال يربحني في القمار وكذا، معناتها في حاجه قليله معناتها مشكل اللي بين مش لازم اكلي باش تكون معناتها بكميه كبيره نتاع فلوس في القمار هانتا ولا حاجه، حتى كون نقول نحن بفلوسنا نحن توانسه على 5 ولا 10 آلاف ولا 20 دينار فهمت، ولا هو نفيقه من فوق الطاوله ونخلص انا مثلا خسرته كذا تبقى لي في قلبي فهمت، ولا نشد الغيظ نقول لا وكذا فهمت، ولا لا
هذه الحاجه معناتها ربي اللي ما حباش فينا ما حباش معناتها على القمار اللي معناتها يعمل الدوانه وكذا والعباد تبقى معناتها فهمت يشد الغيظ على بعض الانسان يشد الغيظ على صاحبه وكذا وحتى باللي انت تكون متقبل الخساره وكذا ديما باش تبقى فما حاجه بيزار بالنسبه للعباد اللي تقمر بالكبير وكذا فما هم برشا فصائل فما عباد يمكن ما نعرفهمش انا تقمر بالكبير وكذا ما نعرفش حتى قداش الفلوس اللي تقمر بها وأما فما عباد تقمر فك الجورد بوت طويكة وكذا فما ولاد حوم وناس ولاد حوم شعبية وكذا يقول لك معناتها نقمر أنا عندي 10,000 باش يحب يمشي معناتها يشوف شيخ راسه ولا باش يمشي معناتها كيما نقولوا نحنا باش يمشي ما نعرفش أنا باش يمشي يترانا ولا باش يمشي نقصتو حاجة عنده 10,000 ما تكفيش يقول لك قمر بها أنا يا طلعت يا هبتك يا ما تكفينيش ولا كان طلعت هاكا ندبر أنا مصروفي وكذا فهمت ساعات فما شكون عباد ملزوزين للقمار الشباب اللي يشوف فيها نتصور يشوف فيها فرصة باش معناتها فرصة متاحة من حقه باش يصور شوية فلوس يدخل فيه في الوضع الاقتصادي اللي نعيشوا فيه تونس في بعد الثورة تشوفي توا الناس الكل مع الغلاء نتاع المعيشة والناس ما عادش قادرة واصلة معناتها تشوف النقص في الحليب في المواد الأساسية من حقها فرصة نصورها فرصة باش يصور برشا فلوس ولا شوية فلوس على الأقل مدخول هو فرصة كيما الناس اللي تحرق كيما الناس اللي تشوف في حلول ممكنة باش تدخل شوية فلوس في الوضع اللي ما فماش فرص باش تخدم ما فماش فرص معناتها باش تكون باش تعمل الوضع متنصور الوضع متاع البلاد هو الأساس اللي يخلي الناس هذوما تلتجأ للحاجات هذه أنت كمواطن تونسي تمارس في معناتها النشاط الرياضي لا ما نمارسش قناعاتي ما نمارسهاش ما نحب ما نتبعش الكوره ما نتبعش برشا حاجات ومن قناعاتي زاد نحب ماذا بيه الفلوس تدخل عن طريق الخدمه ما تدخلش عن طريق القمار هذيك هي الفكره اللي واخذها في مخي ظاهرة القمار الالكتروني اللي انتشرت بصفه غريبه في تونس طبعا تقف وراها لوبيات ومافيات كبيره مافيات المال الفاسد لهنا شفنا مؤخرا الدوله تحركت وتم فتح التحقيق في الاطار هذايا وتم استدعاء شخصيات سياسيه نافذه في الاطار هذايا حسب رايك هل انه نجم نشوف المحاسبه الفعليه ما نتصورش هذه وجهة رأي خاطر كل معناتها حكومة تجي تبدأ بالمواطنين الصغار العطار اللي يبيع في شوية دخان حكاية فارغة ما هيش حل اللي يحب يبدل يصلح البلاد يلزم ديما تبدأ بالروس الكبار ومن بعد نمشوا للصغار نجم نصلحوا أما الروس الأموال الكبيرة اللي ما سمعتش التو من بعد الثورة ما سمعتش حد معناتها تحاسب على قاعدة ولا شفناه تحاسب ولا نشوفوا كان في الناس اللي تشوف فيهم منا ملمومين يبيعوا في شويه دخان يشوفوا هذاكم هم اللي تحاسبوا هذاكم هم اللي يطبق عليهم القانون على قاعده كيما سمعت برشا في الراديو اللي سرق حكه تحكم بثلاث سنين وبعد تاجل هذاكم هم الوطنيين اللي قاعدين برسك نخرجوا في الفلوس من جيوبهم الحكومه اللي تلقاها تبدا بالروس الكبار هذيك هي راهي عندها معناتها افاق باش تصلح البلاد اما اللي باش يمشي المواطن ضعيف ولا اللي حل كشك ولا اللي حل حاجه المصور نتاع حكايه فارغه معناتها نصور هذيك كل تدخل في الشعبويه انا نقاوموا في الفساد عن طريق ناس ما نصورش كان باش تنفع وقت تشدها ولا باش تدخل منها فلوس اللي نشوفوا فيها اللي نعرفوا الكل معناتها الناس الواصله الكبار هم اللي يشدوا في برشا فلوس وكيما القطاعات الكبار في البلاد عند اسامي معينه ماهيش عند منتشره ولا عندك حق ما انت باش تنفسيهم ولا حاجه هي اللي مساهمه فيها رقم واحد هي الدوله بطبيعه خاطر مادام وصلوا هما للشيء هذا شكون سهل لهم الشيء هذا ما الدوله دونك هو الدوله هي اللي اول رقم مساهم رقم واحد للشيء هذا نجم نشوفوا ثم محاسبه في الاطار هذايا للمطور محاسبه الكل بشرط على السلبيات للشعب راي كلها بشرط تضر فيها الشعب بطريقه او باخرى الشعب هو باش يتضر فيها رأي. الحرام حرام الحرام انواع عملك الحرام هذا بطريقه اخرى انت من التوانسه اللي معناتها يرتادوا على محلات الرهان الرياضي انا كنت كاري محل في بالي باش يعمل اسمه هو سموه هو في بلينات يا اخي ظهر من نوع هذاك طيرته من الشهر الاول خرجته ويعطيني قرطلتي معيني في عنب خرجته لكن هذه انا من حيك يموت بالشر ما نعملش الحكايات هذه ما نمشيش للشيء هذا. السياسيين في تونس في العشر سنوات اللي فاتوا واللي مضاو صدقني عشنا معاهم يعني احلك ايام تونس من الناحيه الاجتماعيه
والسياسية، والدليل هو مجلس النواب اللي صدقني أنا يعني كأنا كمتلقي يعني كمشاهد وقت نشوفهم يبداوا يتكلموا ويناقشوا في قوانين صدقني نمثلهم بالقلابس، لأنهم ما نفعوا في تونس في حتى حاجة ما قدموا بتونس ولا حتى سنتيمتر واحد ما قدموش بها. يعني وقت تقول لي هما كانوا سبب باش يدخلوا الرهانات لتونس نصدقك، ولأنهم هما يلوجوا كان على مصالحهم مش على مصلحة الشعب وما خدموش الشعب، وهاوكا توا الشباب النتيجة أنه شباب مسكين ضايع بين الرهانات بين الهجرة الغير الشرعية، فهمني؟ وتونس اكتشفوا فيها عملت وخر التالي لأنه السياسيين ما خدموهاش، خدموا كان أنفسهم، خدموا كان يعني مصالحهم وبس. كلمة واحدة دي نجم نقولها معناتها. نجم نشوفوا محاسبة فعلية من الدولة لرؤوس الأقمار الإلكتروني والمال الفاسد؟ محاسبة يمكن إذا كانت الدولة هذه يعني الحكومة هذه والرئيس قيس سعيد إذا كانوا حقيقة صادق 100% يعني في مشاريعه يمكن يحاسب، أما أنا راه صعب شوية، أما يمكن يعني 50% يمكن، ولكن صعب. ولكن أنا اللي غايضني حال الشباب حقيقة، شبابنا مسكين، نشوف الشباب في العالم كيفاش يتصرفوا، نشوف شبابنا احنا يعني يهز فلوكه ويحرقوا ويعني حرام يعني، وامه تبدا تستنى فيه وابوه يستنى فيه، وتو الظاهره اخرى يعني الازواج الزوجات يمشيو مع ازواج ومع اطفالهم صغار، وفما ساعه امراه حبله، يعني تحس اللي فما تحس اللي الشعب يعني مسكين مقهور مظلوم، ما يحب يوصل الحاجه به، ولكن الامكانيات قليله، ما فهمش امكانيات، يعني الشعب انا مظلوم، الشعب التونسي مسكين مظلوم ومقهور الحقيقه معناتها، يعني فما السبل، يعني الافاق ماهيش شاسعه، افاق ضيقه، والشعب تبارك الله تونس يعني كثيره ولات العدد يعني الشعب كبير، ولكن الافاق ضيقه جدا، يعني الشعب ما نجمش يقدم يعني بالافاق يعني ذوما ما نجمش يقدم الشعب مسكين.